اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. مولانا، من جمال اللغه العربيه ومن روعه الاداء الصوتي والحركات حتى الحروف، تغيير حرف يفرق في معنى الكلمات. القنوت والقنوط، نعم، ما معنى هذه وما معنى تلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ده ملحظ جميل من حضرتك، ان احنا نتكلم عن جمال اللغة العربية وازاي ان حرف واحد يتغير يفرق المعنى، ممكن يكون من نقيض للنقيض، صحيح، او من المعنى لضده. فلفظ القنوت بالتاء، لذلك احنا مهم قوي مخارج الحروف، لذلك بيدرسوا في التجويد وزي ما هنا كده برنامج مع التلاوة، مخارج الحروف مش فقط الغنة وغيرها، لا، الحرف بيخرج منين ومخارج الحروف دي عشان نفرق بين الحروف بعضها بعضا. فنقول القنوت بالتاء كده، دي معناها الوقوف لله، الله، وقيل معناها الدعاء، يبقى يا إما الوقوف أو الدعاء، وقيل أن تقف داعيا ذاكرا لله عز وجل، يبقى ده بمعنى إيه؟ وقوموا لله قانتين، الله، بالتاء، قانتين بالتاء. إنما لما نتكلم بقى هنا عن القنوط بالطاء، معنى اليأس والعياذ بالله، معنى الحرج، معناه إن أزمة بتحدث في الصدر. والقنوط بالمعنى ده مذموم، يبقى القنوط بالطاء مذموم، القنوت بالتاء ممدوح، الله، لأن الأولاني مع الله والتاني، التاني ليس مع الله ولكن مع النفس. الأولاني تعتمد فيه على الله، التاني لم ترى الله فيه ولكن رأيت نفسك أو رأيت الخلق. فاللي يعتمد على نفسه ممكن في الآخر يعتمد على نفسه، بمعنى إيه؟ يعني ينسى ربه. إنما إحنا الأساس إن إحنا نعتمد على أنفسنا، فلو اعتمد على نفسه فقط ممكن يأتي في الآخر بالقنوط بالطاء باليأس. إنما اللي يعتمد على الله عز وجل، الله، ربنا ميسر له الأمر فيكون معاه القنوط بالتاء. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خير الصلاة، في رواية، خير الصلاة القنوت بالتاء. قالوا وما هو القنوت؟ العلماء يفسروا، قالوا هو القيام لله عز وجل، هو أن تنصب قدميك وظهرك لله، الله، ده معنى الوقوف. بس الوقوف في إيه؟ الفرق بين القنوت والوقوف، القنوت وقوف بانكسار، وقوف للرحمن، وقوف للذكر والدعاء، إنما الوقوف بس ده لا أي حاجة تانية. وده الفارق، شوف جمال اللغة، يعني اللي يفرق لما جه في القرآن ربنا عز وجل بيقول إيه؟ ولا تقنطوا، ولا تقنطوا من رحمة الله. يبقى لا تقنطوا يعني لا تيأسوا من رحمة الله. يبقى هنا اللي بنتكلم عليه في الصلاة القنوت بالتاء، يعني الوقوف، أو بمعنى الدعاء في صلاة الفجر بانكسار. نأتي إلى الحكم، نعم، يعني هناك خلاف على القنوت في صلاة الصبح، إضاءة حول هذا الخلاف وأيضا ما حكمه؟ طبعا إحنا القنوت يعني الدعاء في صلاة الفجر اللي هو بعد، عند المذهب الشافعي بندعي بعد ركوع الركعة الثانية، وده الأمة المصرية معظمها قبل عدة قرون كان كله كده لأنهم واخدين بالمذهب الشافعي، إلا في بعض الأماكن واخدة بالمذهب المالكي، يا إما ما يدعوش في الفجر، أو لو دعوا بيدعوا قبل الركوع. فحضرتك هنا معظم الأهل مصر أو بر مصر كان بياخد بالقنوط بيصلي، وإحنا نشأنا على كده. فنقوم نلاقي أن الإمام بعد ما يقوم الركعة الثانية في صلاة الفجر يرفع إيده ويقنط بالدعاء المشهور. وطبعا كنا وإحنا صغارين بنروح لمولانا سيدنا الحسين ونسمع الشيخ أحمد فرحات رحمه الله تعالى اللي مات قريبا، وكان يدعو إزاي بعد الركعة الثانية في الفجر. فالقنوط ده اختلف فيه، فهي مسألة مختلف فيها. التيارات المتشددة مشكلتها إيه بقى؟ المسائل المختلف فيها وطبيعتها الاختلاف، عاوزينها هي طبيعتها تبقى حادة رأي واحد، فيجي يقول لك وده تملي هو الواجب بتاعهم، تيجي أنت تقول له إيه؟ يا أخي طب أنت روح، مش عاوز تقنط ما تقنطش براحتك. طب الإمام بيقنط، أقول له ما تقنطش، أنا هقنط وراه حتى لو أنا مذهبي بيقول بعدم القنوط أو بعدم استحباب القنوط.
لأن القنوت في الأصل هو مستحب عند الإمام الشافعي، سنة مؤكدة، بحيث في مذهب الشافعي لو نسيت القنوت الدعاء تسجد سجدتي السهو، لو نسيته في مذهب الشافعي. فاحنا بنقول له اصلا مختلف فيه، الإمام الشافعي يقول سنة مستحب، المذاهب التانية بيقولوا لا ممكن مش سنة، يبقى بين السنة وبين مش سنة الأمر بسيط. يجي يقول لك لا، اللي انا بقوله ده ان انت ما تقنطش، ده الانسان بقى الايه ذوي الاتجاهات المتطرفه. هنا التنطع. التنطع، التنطع هو ايه؟ ان يضيق الواسع، والامر على ساعه، والامر على الساعه، اعمل او ما تعملش حسب المذاهب. هو يروح عامل ايه؟ لا انا عاوز اخلي الامر واحد، يبقى ازاي يكون في امر ساعه في كذا وجه عاوز تخليه وجه واحد؟ لذلك المسائل الخلافية يريدون أن يحولوها إلى مسائل اتفاقية واحدة، ويظنون أن ذلك من الدين، وهذا ضد الدين وليس من الدين. ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه قال يسروا ولا تعسروا، كل واحد بالفهم بتاعه طالما أنه بيتبع إمام مجتهد. فالقنوط في حكمه عند مذهب الشافعي سنة مؤكدة مستحب، نقنط بعد ما نقوم الرقعة الثانية في صلاة الفجر، ندعي الإمام يدعي أو لوحدي أدعي، وده شيء جميل. جي مذاهب تانية قالوا لا، ده الحديث جي تاني، لأن الحديث عن سيدنا أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى قبض لحد ما مات. في رواية تانية إن سيدنا النبي لم يقنط في صلاة الفجر. الأئمة يجمعوا إزاي؟ فالإمام الشافعي خد بالحديث الأولاني اللي ما زال يقنط يدعو، ارتاح له قلبه خلاص، وهو عنده آكد من الحديث الثاني، معاه مستند ونمشي معاه. الإمام الثاني اللي قال لأ ده هو لم يقنط خلاص، قال ما قنطش، والحديث الثاني ده عنده أرجح من الحديث الأولاني فخد بيه ماشي. بعض الأئمة قال نجمع زي الإمام أحمد، فقال إن إحنا نعمل إيه؟ طب نقنط في بعض الأوقات وبعضها لأ، ما نفضلش على طول قنوت او لا قنوت. ايوه. بعضهم قال طب نقنط ندعو في النوازل، يعني لما يحصل حاجه والعياذ بالله بلاء، او يحصل شده، او يحصل حاجه، او يحصل في اي في للانسان او للامه، فقالوا ندعي، وحاول يمسك الامر من النص ويجمع بين الروايات اللي بنسميه الجمع بين الروايات، عشان خارطة طالما في تعارض بنقول الجمع اولى، فنجمع بين الروايات وما نسيبش الروايتين. فلما جه هنا الامر كده فالإمام الشافعي بيقول إن إحنا ده سنة، فإحنا بندور بين السنة وبين إن هو مش سنة، هنتقاتل على أمر سنة أو مش سنة. إحنا حضرتك في بعض المساجد لما حصل في الجماعات المتطرفة فدخل يقول له وأنت نقنط ولا ما نقنطش؟ ففضلوا يقولوا لا لا نقنط، ويخلوا الناس اللي تربوا عليها مئات السنين المجتمع المصري ببساطته وببساطته وبتدينه وفطرته إن أنا بحب أدعي بعد الفجر. قال لك وانت عارف بعد الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا، لساعة شهود، ساعة تجليات، انت قايم لربنا في وقت الدنيا برد مثلا، او انت كنت في النوم بس اثرت القيام بين يدي الله على راحة نفسك، يبقى انت قايم برغبة حقيقية. الله. انا رايح لمقابلة لامر مهم. فقال لك الدعاء هنا دعاء جميل، لازم تدعي. وبعضهم قال لك هو احنا امتى ما كانش في حاجه مؤذيه او اذى او ازمه او كارثه حتى على مستوى الفرد؟ كل واحد عنده مشكله كل يوم، فبالتالي ده متجه الامام الشافعي، فقال لك تدعي كل يوم يا اخي، ما انت عاوز الولد ينصلح، الزوجه تنصلح، الزوج ينصلح، الامه تنصلح، اللي عاملين زي العفاريت دول ينصلحوا، وهكذا. فقال لك ان يبقى احنا محتاجين الدعاء في كل وقت، وخصصنا صلاه الفجر مستندنا حديث سيدنا النبي، وفي نفس الوقت بالعقل كده وبالمنطق وبالقلب. هو انت بتكون حاضر امتى؟ حاضر في صلاة الفجر وصلاة مشهودة، لان يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الله. ملائكة بالليل يسلموا بعض في الفجر وفي العصر، فبيجتمع ملائكتين، الملائكة النبطشية بتاعت بالنهار لو جاز التعبير، والنبطشية بتاعت بالليل، فمجتمعين، فننتهز منك الدعاء وننتهز الفرصة تماما ونعمل كده. فالأمة المصرية لو تربت على كده، انت عاوز تغير الهوية المصرية ليه؟ مع انها دينية مستند الامام الشافعي؟ لا ابدا. عاوز رأي خده من هنا ولا من اي دولة تانية او من اي مذهب اخر؟ عاوز يمشي علينا، وده مش هيكون، لان الشعب المصري بيقول عارف انا لو ما صليتش صلاة الفجر ودعيت بحس ان انا ما صليتش. صحيح. فيقول لك ليه؟ يقول انا واخد على كده وحاسس ان انا قريب من ربنا. فدي الهوية المصرية، الاسلام المصري الجميل اللي مستند لمذهب الامام الشافعي. فالامر في ساعه، اللي يقنط يقنط كما يحب، واللي ما يقنطش ما يقنطش، بس المهم لا نختلف.